مرحبا، اليوم اول شي بدي عيدكم بمناسبة قروب العيد. ان شاء الله كل سنة وانتو وعيالكم سالمين. هلا بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلال فيريرا روشيه. عنا بسكوت ويفر بهيدا الشكل، 18 قطعة، بندق حمصتون، بندق حب وبندق ناعم، وعنا نوتيلا كمان 200 جرام شوكولا بهيدا الشكل قطعتن. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نكسر هول الويفر، نكسرن شي خفيف بهيدا الشكل. شفتوا كيف دغري بيتكسروا بهيدا الشكل. بس كسرتهم بهيدا الشكل، هلا بحط فوقنا الشوكولا. اول شي تخلطهم شوي. بعجنهم مع بعض. بعد ما عجناها حطيتها على ورقة الزبدة، كمان بحط ورقة تانية بهيدا الشكل. حاول مدة نفس المستوى كله مع بعض. هيدي السمك المطلوبة. هلأ زي ما هي بحطها بالفريزر حوالي 10 دقايق. بعد ما حطيتهم بالفريزر حوالي 10 دقايق، هلأ بدنا نشوف مع بعض الطريقة كيف بدنا نعملها. عنا هيدي القطاعة، وممكن كمان نستعمل كوب بهيدا الشكل. هنا نستعمل كوب، نضغط عليها بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ كمان نفس الشي راح استعمل انا الكوب، بعتقد عشان الحجم اصغر شوي، أصغر شوي حجم الكوب. نفس الشي بنضغط عليها. هلأ بشيلهم عن الورقة بهيدا الشكل. هلأ هولي كمان برجع فيني مدهم، حطهم بالفريزر وكرر الطريقة. بعد ما حطيتهم بالصحن بهيدا الشكل، هلأ بدنا نحط شوكولا. عنا كيس الكريمة شوكولا شي خفيف بهيدا الشكل، وبحط حبة بندق. عندي هون ورقة كلين فيلم، عندي ورقة نايلو خاصة للطبخ وللحلويات، بدهن عليها نقطة صغيرة زيت نباتي.
عشان ما تلزق. عم حاول اعملكم اي طرق سهلة عليكم. بشيل الشوكولا بهيدا الشكل، بسم الله، كمان بعملها بالنايلون عرواق. شفتوا كيف عملكم ياها طريقة سهلة قد ما فيني. عم حاول بسكن النايلون منيح، هيدا الشكل. هيدي طريقة لفتها، بعرف غريبة وجديدة. نضغط عليها شوي شي خفيف وبحطها بالبندق. شفتوا شو سهلة طريقتها؟ كتير كتير عطيتكم طريقة سهلة وما بتوسخ الايدين. هلا بحط عليها بندق بهيدا الشكل. صار عنا كرة. طريقة كتير سريعة وحلوة. حطها بصحن. لعدلكم الطريقة كمان، نفس الورقة هي زيتها، بستعملها نقطة زيت نباتي خفيف. كمان حط عليها العجينة. شوكولا، حبة بندق، منضب النايلو على بعض بهيدا الشكل. بضغط عليها ان شاء الله الفيديوهات اللي عم بعملها تكون عم بتنال اعجابكم. عملها بهيدا الشكل. هلا بنحطها بقلب البندق. برش عليها بندق. لكفي الباقيين وبرجع بتلاقى انا وياكم. بعد ما عملناهم كرات مع بعض بهيدا الشكل، هلا بدي احطهم بالفريزر اقل شي ساعة. بعد ما حطيتهم ساعة بالفريزر دوبت الشوكولا. عندي كمان بندق مكسر، ورقة زبدة لنكفي الطريقة. بحط البندق فوق الشوكولا. بنخلطهم مع بعض منيح. هلا بحط، بغطى بالشوكولا وبشيلها. اكيد مبينت لكم الطريقة. هيدا الشكل. هلا منشيلها من الشوكولا. بحطها على ورقة الزبدة. كمان نفس الشيء، بشيل وحدة بغطى بالشوكولا والبندق. بعملها بهيدي الطريقة وما
ونشيلها. ورق الزبده لكف الباقيين بعد ما غطيناهم بالبندق والشوكولاته بهذا الشكل. هلا بحطهم بالبراد. هيدي الفريرا روشيه بعد ما حطيتها بالبراد هلا بنشيلها بنحطها بصحن. واو شكلها كتير مثل ما شايفين مرطب وحلو. كمان بدنا نشوف كيف طلعت من الداخل. بسم الله. واو هيدا الشكل النهائي. هيدي البندق الشوكولا النوتيلا هياها وهيدي العجينة. شكلها كتير روعة. هيدي الفريرا روشيه اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.